رفح مع رقم مصر ثلاثة، اللوحة رقم ثلاثة. رقم ثلاثة، ارجع لي بيها بعد إذنك كده، لو احنا بشكل واضح نقدر نشرح ونوضح النقاط اللي نقدر نقول عليها أيوة أدي مصر وأدي رفح. لو أنا هنا بتكلم حاج بنتكلم على تهديد للأمن القومي بطريق غير مباشر، اللي هو يجوا عندي هنا يدخلوا رفح الفلسطينية الناحية التانية من الحدود المصرية. ماذا عن النقاط الساخنة المتوقعة؟ بنتكلم على رفح بالكامل ولا بتكلم على إيه؟ ولا كل رفح بالنسبة لي نقاط ساخنة بالنسبة لمصر؟ احنا بالنسبة لنا رفح هتبقى ساخنة إذا دفع هو المواطنين غزة في اتجاه مصر. عشان كده بقول لك ايه امبارح، هو برضو يعني فاكر نفسه ذكي، بقول لك انا هعمل ممرات آمنة عشان اسحب الفلسطينيين في اتجاه الشمال وخان يونس. نعم، اصل احنا سيطرنا على المنطقة. شوفوا قال ايه برضو، خد بالك يعني هو بيفكر برضو، مش قاعد برضو، لان احنا لو هو دفع الفلسطينيين في اتجاهنا هنعلق قنف ديفن. هو طبعا خايف الموضوع ده، فعشان كده النهارده قال هجهز ممرات امنه، وادى مهمه لرئيس الاركان الاسرائيلي انه يجمع قواته عشان يعمل ممرات امنه لاهل رفح. هو عايز يخش رفح ليه؟ لانه حتى الان لا قدر يجيب السنوار ولا اي حد من قاده حماس، ما مسكهمش. النهارده انت بتقاتل 128 ولم تحقق اي هدف. فين قاده المقاومه الفلسطينيه؟ ما مسكتهمش. كل المره اللي فاتت قال في خان يونس، راح دخل خان يونس، ما مسكش حد. النهارده بيقول في رفح، دلوقتي ده قالوا في رفح. فهو طبعا يعني في ازمه. هذا الرجل مستقبله السياسي للاسف بيراهن عليه. يا فندم، اللي دفع الثمن الشعب الفلسطيني، الشعب يا فندم. الشعب الفلسطيني طبعا. خلينا نبقى واضحين في الكلام. لا لا طبعا، اللي دفع الشعب الفلسطيني. وعايز اقول لك حاجه، والعالم كله اللي واقف يتفرج ومحدش بيعمل حاجه في اكبر مجزره في التاريخ. ولذلك النهارده لو دخل رفح، والنهارده في كارثة. مليون ونص كارثه، هتبقى كارثه.